حبيت ايه في عبد الجبار؟ حبيت فيه ايه؟ اكيد حبيته. حبيت عشان شخصية غنية. احلى حاجة يعملها الممثل في دنيته يبقى متاح له يعمل شخصيات مشفلات. شخصيات حمالة الاوجه. وهو بيقرا يتفاجئ بموقف فيبتدي يفكر انه طب ازاي انا هعمل عبد الجبار طول الوقت كده وبعدين هعمله بيعيط. النقلات دي هي الشيء الرائع. المفاجأة هنا كانت فين؟ فين المشهد اللي كان فيه المفاجأة بالنسبة لك؟ لما ابنه مسعود، انا عاوز اقول حاجة عن احمد لو سمحتي لي بس قبل ما اكمل. اولا زي ما كانوا الاساتذة بيقولوا احنا عندنا مشكلة في مفهوم الكاستينج. انا مثلا ده بيعمل ادوار شريرة فحجيبه. طب انت فضلك فين؟ انت جبت راجل بيعمل شخصية شريرة، ده بيعمل طيب فحجيبه. الشيء الرائع في الكاستينج انك انت تجيبي الناس بشكل غير متوقع، ففجأة ده بيزيد من متعة المشاهد. لما المشاهد متعود على ممثل معين، بحالة الأستاذ أحمد انه هو بيطلع بأدوار كوميدي، هو عمره ما كان شرير، فلما يشوفه شرير. الشخصية اللي عملها انا قعدت اتفرج بقى، يعني احنا مثلنا مع بعض كتير بس بقى بالسياق قعدت اتفرج. الممثل الذكي ده نعمة. هو عمل شخص شديد التماسك من بره بس مهزوز من جوه. ودي الحاجة الحلوة يا أحمد اللي أنت عاملها في الدور ده شيء يعني جميل ومعمول بحساسية وبدون افتعال، وبيعدي كده الإنسان بيستقبله يعني من غير ما يبقى الممثل بقى بيقول بص أنا بعمل إيه بص. فدي حاجة حلوة. نرجع لموضوع ايه كان السؤال؟ المشهد اللي انت كان بالنسبه لك مفاجاه. المفاجاه يعني المفاجاه لما بقى مسعود بيتخبل وبيضيع عقله وبيرجع، فهو هنا بقى عبد الجبار بيبتدي يراجع نفسه انه معقوله انه انا سحقت ولادي لدرجه انه خليتهم يضيعوا. يعني شده ضغطي وجبروتي خلت ولادي يضيعوا، وخاصة انه يعني هو اعترف انه قتل اخوه. فلما بيقعد جنبه على السرير وعاوز يسترجعه ويعتذر له وانه لو انا جسيت عليك لو انا كذا، وبعدين بيبوس ايده. ده كان من المشاهد الحساسة والصعبة جدا والمفاجئة شخصية عبد الجبار، لأنه الناس اللي زي عبد الجبار بيبقى لهم ضحايا كتير. صحيح. بعدين بتصير عائلتهم ضحيتهم، بعدين أو المجتمع كله، بعدين بيصير هو ضحية نفسه. وده اللي عاشه عبد الجبار في النهاية.